بسم الله الرحمن الرحيم، أهلا بالكرام إخواننا المهتمين بشؤون الزراعة، أهلا وسهلا بحضراتكم. والنهاردة بكلم حضرتك عن إن حضرتك واخد تحويشة العمر في جيبك ولابس الحتة اللي على الحبل، يعني القفطان المحترم في مصر كده، تمام، ورايح تشتري أرض. رايح فين يا حاج؟ رايح اشتري أرض. تمام، ماشي يا حاج، بارك الله فيك، ألف مبروك على الأرض بتاعتك. بس الأرض بتاعتك يا حاج قبل ما تروح تشتريها، بالله عليك، في مناطق الاستصلاح الجديدة بالذات، أنا طبعا بتكلم عن الاستصلاح الجديدة، مش دعوة بالأراضي القديمة عشان أنتوا أفقه فيها مني يعني. تمام، فحضرتك رايح تشتري أرض جديدة في سيوة، رايح عمالين بيقولوا في الفيوم وفي طمية واجوارها، مصر اسيوط الغربي، بتشتري في الساحل الشمالي، بتشتري في سيوه، بتشتري في اسماعيليه، كل الاماكن ده هي سيادتك، بتشتري في الواحات، بتشتري في الاماكن دي كلها. طبعا احنا بنشوف كل يوم الاعلانات اللي مكسره الدنيا، وتعالى اشتري ارض. اول حاجه وصيه ليك يعني، الوضع القانوني للارض بتاعتك، الارض، الوضع القانوني للارض، حاول الارض بتاعتك تشتريها تكون وضعها القانوني الى حد. هتقول لي كل وضع يد، اقول لك كل وضع يد، بس وضع يد عن وضع يد يفرق. تمام، ما يبقاش انت واحد حاطط وضع يد عليها ودافع فيها فلوس سايبه من 10 سنين، وتيجي انت تحط وضع يدك عليها هتحصل مشاكل وهتخسر فلوسك، وفي الاخر هتقول لي الله يا زمري. وطبعا الله يا زمري مثل معروف في مصر من زمان. تمام، طيب اللي برضه الارض بتاعتك وضع عليها القانون، هتقول لي كل وضع يد، اقول لك كل وضع يد، بس في ارض ملك القوات المسلحه دي ما تجيش يمها، في ملك هيئه الاثار ما تجيش يمها، في ارض ملك وزاره البيئه عندهم بتاع محميات طبيعيه، القصص دي بحالها استبعد، المحاجر، كل الحاجات ديت. انا لفيت كتير وشفت كتير، فتبعد عن الموضوع دهيا، او يكون فيه تنفيذ لطرق وكباري هيعدي من الاماكن دهيت، كل الكلام ده احنا عارفينه. فعشان كده بالله عليك القصه دي تبعد بعينها خالص قبل ما تشتري الارض، ولا تفتح عليها تشوف وضعها القانوني ايه. وضع يد، وضع يد ولكن تكون بعيد عن الجهات اللي ممكن تعمل لك مشاكل فيما بعد. طيب رقم اتنين، واحدة يقول لي بقى اصل انا يعني اصل الارض قريبة من الاسفلت، واصل الارض قريبة من الحج فلان والحج علان، الكلام ده كله ما يخصنيش، انا يخصني ده كلام كتب، اللي يخصني انا حاجة واحدة بس، وجعلنا من الماء كل شيء حي. المية في الارض بتاعتك عاملة ايه؟ اذا اجتمع قرب الارض عن الاماكن الكويسة والمية الكويسة حبين يا زين. تمام، لو قال لك الارض بعيدة ولو 50 كيلو تاني بس ميتها كويسة، لا، روح للمية كويسة عشان هتاكل منها عيش. تمام، الماء ثم الماء ثم الماء. تمام، طيب هتقول لي اشتري الارض بتاعتي الميه بتاعتها كام بناء على المحصول اللي حضرتك، اكيد حضرتك رايح واخد تحويش طول عمره تشتري ارض، اكيد في حاجه معينه في دماغك، اكيد في مشروع في دماغك. هل المشروع ده هتعمله، هتزرع فيه خضر، هتعمل فيه بيوت محميه، هل هتزرعه اعلاف، هل المحصول بتاعك ده، المشروع بتاعك ده هتزرع فيه مثلا نخيل وزيتون، يبقى ما يهمكش املاح الميه عاليه ولا ايه. لو هتزرع طبعا بالنسبه لو هتزرع طبعا خضر، لازم الملوحه بتاعتك تكون في الرنج المظبوط. وانا عموما في الخضر ما احبها تزيد يعني عن 700 800، تكون كتيره كمان. بس على فكره اللي بأثر معانا كمان نوع الملح، نوع الملح اللي انا السائد، نوع الملح السائد في الميه، لان في ميه بيبقى في الاملاح طبعا، لما بتحل الميه بيجيب لك كميه التوتال بتاع الاملاح، ولكن في ملح فيهم سائد، هو ده اللي يعمل لي مشاكل كتير. انا كنت بزرع بطاطس على كالسيوم، الكالسيوم كان عالي في الاسماعيليه مثلا، تمام، كان ماء عاسر شويه ولكن كان بيدينا نتيجه كويسة جدا في البطاطس يعني. اي نعم مش حلو قوي، بس برضو كان بيدينا يعني 1200، بس كان بيديني مفيش صوديوم مثلا، مفيش صوديوم، تمام، الصوديوم كان خفيف خالص، فكان بيديني نتيجة كويسة جدا في الارض الشهيد عزت شرف، طبعا معروفة جدا. فنوع الملح نفسه هيديني نوع الملح نفسه هيحدد لي ان كان انا ازرع ايه. تمام، فانا بقول البيوت المحميه لا، انا ما بزيدش والله على 700 او 800 عشان ما يعمل ليش مشاكل فيما بعد. تمام، الميه المالحه يا جماعه مع التربه المفككه تمشي الى حد ما، بس يعني التربه الرمليه مثلا، ليه؟ لان بتتغسل يعني، ممكن ازود والاملاح مع الميه بتتغسل في باطن الارض. اما التربه سيئه الصرف احنا لا ننصح بان يكون في املاح في ميه الري. تمام، لان انا عندي اختيارين، خد بالك، ركز من الحته دي، ايهما افضل؟ ان انا الارض عندي تكون ملحيه والميه عذبه، ولا الارض تكون عذبه والماء ملحي؟
ملحي. لا، أساتذتنا في علم الأراضي بيقولوا لا، الأفضل إن الأرض بتاعتك تكون مالحة وأنت بتروي بماء عذب. ليه؟ لأن كل ما بتضيف كمية مية كل ما بيغسل الأملاح وبتتصرف معاك في باطن الأرض، تمام؟ أو المنطقة بتاعت الجذور بتبقى بتتغسل كل يوم، بتحط مية أنت كويسة مالحة، مية حلوة، تمام؟ أما لو العكس بقى، المية مالحة وعندك الأرض عندك عذبة، فكل يوم أنت بتضيف كمية مية. كمية مية بدي بتروح فين؟ كمية مية جزء منها بياخدها النبات، وبياخدها النبات مية كويسة، تمام؟ وبيمتص برضو منها شوية أملاح، تمام؟ وجزء بتبخر وجزء بينزل في مية الصرف. طيب بيبقى فاضل ايه؟ بيبقى فاضل جزء فيه أملاح اللي انت أضفتها. طب الأملاح دي ريا عن ريا وسنة عن سنة بتبدأ الأرض يحصل لها تدهور، بنسميه تدهور الأراضي، وإن الأراضي أصبح كمية أملاح كل ما بتضيف أنت كل سنة عن سنة بتزيد، وكمية الأملاح بتزيد، إذن فبيحصل تدهور للأراضي اللي عندك، وأرض بقى بتصبح بقى يعني غادقة وسيئة الصرف وسبخة وكل الحاجات قلها فيها بقى، لأن مستوى الأملاح زاد عن الطبيعي فيها، تمام؟ إذن فالأفضل إن يكون عندك مية عذبة، الأرض لو مملحة شوية مش مشكلة، تمام؟ طيب بالنسبة دي للأملاح، وأعتقد بس ما بالله عليك ما تستعجلنيش، عشان ممكن يعني أنا أتكلم في القصة دي والله هقعد يعني يوم 24 ساعة أتكلم في القصص دي، لأن شفتها كتير يعني وتقرصنا منها كتير يعني. المهم فدي قصة المية، برضو تشوف المية هتصلح للمشروع اللي انت هتعمله زي ما قلت لك ولا لا، تمام؟ اذا كنت هتزرع خضر، اذا كنت هتزرع محاصيل مثلا اعلاف بتتحمل زي البلوبانيك في الخليج، زي البرسيم الحجازي الى حد ما يتحمل، زي الشعير مثلا ما بتداخل برضو في الاعلاف يتحمل، او ان المية عندك زايدة شوية ممكن توصل لألفين او 3000 او حتى 4000 تزرع فيها زيتون ونخيل لو الجو بتاعك كويس، ما يحصلش اي مشكل خالص، في سبيل انك انت ممكن تغسل كل كام شهر كده بتغسل، او كل شهر او كل 15 يوم بتغسل بمية حلوة بتزبط لك منطقة الجذور شوية، تمام؟ دي بنحس المية. طيب يا عم الحاج، وبعد كده من حيث الارض بقى، من حيث الارض حضرتك هتشوف الاراضي اللي عندك شكلها ايه، تمام؟ اول الـ 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 الارض وانت داخل كده، انا مش هقول لك بقى لا شوف الخصائص الفيزيائية ولا الخصائص الكيميائية للتربة، تمام؟ قبلها شوف الطبوغرافيا بتاعت التربة، الأرض بتاعتك المرتفعات والمنخفضات بتاعتها عاملة إيه؟ ومحدش يقول لي أصل البيفوت بيطلع في الحتة العالية، والتاني يقول لي لا ده أصل ريب التنقيط ما يهمهوش، كل الكلام ده كلام فاضي، فنكوش، كل الكلام ده فنكوش، لا يمكن طالما فيه الانحدارات في الأرض معروفة، الانحدارات في البيفوتات بتعمل لي مشاكل، أنا أزرع بطاطس النهاردة، تمام؟ وعندي انحدارات عالية، ما أنا لازم أعمل سدود، والحتة العالية أتحدى إن الحتة العالية تجيب زي الحتة الواطية، تمام؟ إذن فالطبوغرافيا دي مهمة جدا يا جماعة، تروح لمكان يكون إلى حد ما مستوي، تمام؟ في أراضي زي أراضي المنيا متعبة أساسا، وفي أراضي زي أراضي أراضي سيوة وأراضي الواحات، أراضي الواحات فيها سيوة متسوية، الانحدار بتاعها مش كتير، أو الطبوغرافيا بتاعتها لحد ما كويسة، تمام؟ المهم إن الطبوغرافيا عندك تكون كويسة، أو إنك أنت لو حبيت تزرع تعمل سنترال بيفوت او رشاشات يعني بالخليج، لازم الارض عندك تكون الى حد ما متسويه لحاجتين. اولا الارض المستويه دي بتلاقي التوزيع الاسمده فيها كويس، توزيع الميه فيها كويس، وبالتالي ما تلاقيش حته كويسه وحته وحشه تحت البيفوت، تمام؟ رقم اتنين ان بالنسبة لي انت لما تبدأ استصلاح مش هتكلفك كتير في عمليات التسوية، تمام؟ عمليات الحفر والردم والقصص دي كلها لحد ما تلاقي امورها كويس. هتقول لي البيفوت هيطلع معك 20 متر و30 متر، ما فيش اي مشكل في كده خالص، هو مصمم على كده، ولكن اتحدى ان الاماكن العالية تجيب زي الاماكن الواطية. اذا فلازم قبل ما تشتري الارض بتاعتك عينك على الطبوغرافيا بتاعت الارض بتاعتك هيكون شكلها ايه في المستقبل، تمام؟
برضه في الري بالتنقيط لا يمكن يا جماعة. اي نعم المية هتطلع وكل حاجة، بس لا يمكن توزيع المية هيكون متساوي في الاماكن اللي هي العالية والاماكن اللي هي منخفضة، تمام؟ فتاخد بالك من قصة الطبوغرافيا ديت كويس جدا. في يعني في كل الأراضي فيها مرتفعات ومنخفضات، ولكن حاجة مقبولة يعني تقدر مثلا بكم لودر كده، بكم بلدوزر أو جليدر تقدر تلم الدنيا بتاعتك دي، تمام؟ إذا كان مشروع كبير فابدأ بالمنخفض الأول، بمعنى إن أنا أخد الدوائر الكويسة الأول أبدأ فيها، لو أنا بعمل بيفوتات أبدأ فيها أزرعها الأول، وده النظام ده أنا عملته في المنيا، تمام؟ بتبدأ تعمله الأول، تمام؟ بكده يعني تقريبا لا يعني يعني إحنا اتكلمنا عن المية وعن التوبوغرافيا، 10 دقايق كتير قوي. يعني أرجو أنك تتابع الفيديو التاني، اللي حابب يعني يكمل معنا يريد يتابع الفيديو اللي جاي ده. السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. تقبل تحياتي، أخوكم الدكتور رجب الشبراوي.